اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هاد السؤال شخصي، اعطينا شي طريقه للحفظ كنتي كديرها. اوكي، غادي نعطيك واحد الطريقه ديال الحفظ. ما تنساوش تابوناو الناس الجداد، نتلاقى مول الاعلام. وقبل ما نبدا هاد الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هاد الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها نقاطات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هاد العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. هاد الطريقه ما اكتشفتهاش بزاف، هادي شي عامين تقريبا، وغادي نديطيها لك في الفيديو هادي. والطريقه اللي هي الريكورد، يعني انك تتريكوردي راسك وكتصنت ليه، يعني اي حاجه ريكورديتيها وتصنتي ليها اكثر يعني من ثلاثه المرات، يعني يكون على يقين غادي تحفظها بالجد. الناس اللي بغاو يحفظوا القران يريكورديو راسهم مثلا تيقراو داك القران ويسمعوا لراسهم، غادي يحفظوه بالجهد. الناس اللي كتوحل في المواد ديال الحفظ هذه الطريقه هذه يعني مخيره لكم، وغتقوي حتى ديك المستوى ديال الالقاء ديالكم، يعني جوج اهداف تتلعبوا في دقه واحده، تتولي يعني تلقي بطريقه زوينه وفي نفس الوقت كتحفظ المواد. هي الطريقه كنصح بها اي واحد تخلى الفيديو. ريكوردي راسك وسمع لراسك بوحدك، بلا ما يعني ما كنتش الا ما كنتيش باغي تبيبليه بلاش، غتقدر تريكوردي راسك وتستافد يعني الراسك، وفي نفس الوقت تطور يعني الالقاء ديالك، هكا كتقدر تطور الالقاء ديالك اكثر. دونك هذه طريقه من الطرق اللي كنت كندير ومازال كنديرها في شي لعيبات، وهي النت باش خدام انايا حاليا. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي، كنتمنى يكون عجبكم هذا البلان هذا وتجربوه، علاش لا تجربوه وتشوفوا واش غادي يخدم لكم ولا لا. دونك انا بالنسبه ليا خدم ليا بزاف الطريقه اللي خدمت معايا بزاف، داكشي علاش بارطاجيتها معكم. دونك ناس على الفيديو، ما تنساوش تفولوني في الانستغرام. نتلاقى في الفيديو الجاي، الى اللقاء.